السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم ميلود في شرح جديد. موضوع هذا الشرح هو غادي نحاولوا اليوم نصلحوا المشكل اللي كيوقع فيه الكثير حول خاصية ديال التيم شيفت. ما هو هذا المشكل؟ هذا المشكل يعني ملي شي واحد فيكم كيبغي يتفرج في شي قنوات. حنا كنعرفوا القنوات الأوروبية بأن الصورة كتكون فاوتة مع الصوت، كيختار الخاصية ديال التيم شيفت باش يحاول إيقاد الصوت مع الصورة، يعني باش يكونوا متقاربين مع بعضياتهم. كيضغط على الخاصية ديال التيم شيفت مرة الأولى، مرة الثانية كتوقف الصورة، كيبقى هو كيلاحظ الصورة، كيتسنى الصورة حتى كيوصل الصوت يتقاد مع الصورة، كيدير بلاي. الوقت اللي كيدير بلاي كيوقع المشكل. ما هو المشكل؟ وهو الجهاز استقبال كيطفى وكيرجع يشعل، وكيرجع ثاني كيحاول نفس العملية كيديرها، كيطفى ثاني كيرجع كيشعل. هذا هو المشكل. المشكل ديال الطفيان اللي كيطفى وكيرجع يشعل هو السبب ديالو، مجموعه من الاسباب هي اللي كتؤدي لهذا المشكل. كيكون الجهاز المره الاولى مهما كتاخذي ما فيش هذا المشكل، ولكن مع المده كيوقع لك في هذا المشكل. هو كثر التحديثات، يعني كنبقى كندخل السيتات كنحمل في التحديثات وكندوز الجهاز، هذا التحديث خدم، هذا التحديث ما خدامش، هذا التحديث خدم، هذا التحديث ما خدامش. يعني كيبقاو التحديثات كيتحطوا فوق بعضياتهم، تحديث فوق تحديث، تحديث فوق تحديث. والطريقه الوحيده باش تحيد التحديثات كاملين، ترد الجهاز الاصل ديالو، كل اللي كيدير طريقه ديال اعاده ضبط المصنع. اعاده ضبط المصنع غير كافيه باش تحيد لك التحديثات. الطريقه باش تحيد التحديثات كاملين وهي الفتح ديال الجهاز، يعني خاصك شي واحد مختص في هذا الميدان. الفتح ديال الجهاز كيعاود يحيد الفلاشه اللي موجوده في الجهاز، سيحيدها وكيرجع يعاود الشحن ديالها من مده وجديد. المهم هاد الطريقه اللي قمت بها باش صلحت هاد المشكل هي نجحت معايا في المره الثانيه. اما المره الاولى ما نجحاش، المره الاولى تبروكا ليا الجهاز ديالي، واضطريت باش نفتح الجهاز من الداخل ونعاود نصلو الفلاش ونعاود نشحنو الفلاشه من مده وجديد. وفي الطريقه الثانيه اللي دوزتو بها كانت ناجحه 100%. لذلك حبيت نشارك معكم هاد الشرح. اولا هذا الشرح غادي نحتاجو لهاد الكابليات. هاد الكابلي حنا يعني الناس اللي تيخدموا بالجلادياتور راهم عارفين هاد الكابليات. هاد الكابليات حنا كما تنعرفو بدينا في تسعود. هذا الكابلي العادي اللي كنعرفو حنا كما كتلاحظوا معايا، يعني بحال من نفس جويه. هاد الكابلي بدينا كما كتلاحظوا معايا، هذا الخاص بالحاسوب المحمول، يعني اللي عندهم البي سي فيكس البيرو ما غيحتاجش هاد الكابل، يحتاج هذا مباشره. يركبوا في الجهاز من الخلف، ما كتلاحظوا معايا هنا المكان ديالو، ها هو كيركب هنا وكيركب في الحاسوب. الطريقه راه كلشي تيعرفها. اما اللي عنده الحاسوب المحمول، اللي حنا كما كنعرفوا حنا هذا ما كاينش المكان ديالو في الحاسوب المحمول، يعني الطريقه ديالو هو هاد الناحيه ديال ركبوه هنا. الطريقه هي معروفه، غير انا حبيت نعاود يعني نعاود لكم، يعني شي واحد يعني ما سبقش لي يخدم بهذه الطريقه يعرف كيفاش. يعني هذا المكان راه كيركب هنا في الكابلي، هذه الناحيه كتركب في الجهاز هنا، وهذه الناحيه كما كتلاحظوا معايا غادي راه كنركبها في الحاسوب المحمول. يعني الطريقه راه معروفه، يعني اي واحد تيخدم بالجلادياتور سبق ليه، يا اما تيخدم بالجلادياتور لحد الان، يا اما سبق ليه يخدم بيه، راه عارف الطريقه ديال البرونشمون ديال الكابليات ما بين الحاسوب وجهاز الاستقبال. كما ترون هذا هو الجهاز. المهم تابعوا معايا الشرح. المهم تابعوا معايا الطريقة. أولا غادي نحتاجو لها ثلاثة الملفات كما كتلاحظوا. الملف الأول فيه البرنامج اللي غنقومو بتمرير البرنامج اللي غادي نقومو بالتمرير ديال الذنب به، والملف الثاني كاين فيه الذنب ديال التيطان كما كتلاحظوا معايا هنا، والملف الثالث كاين فيه آخر تحديد ديال الجهاز. هذا غنحتاجوه هو الآخر، أنا كتبت عليه هنا USB، هذا غنحتاجو هو الآخر، غادي ندوزو غير بالUSB. اولا اول حاجه غنقومو بها وهي غنطفيو الجهاز ديالنا من الخلف، جهاز ديال الاستقبال غنطفيو من الخلف من ديك البوطونه اللي كتقطع التيار الكهربائي، وغادي نربطوه ما بينه وما بين الحاسوب بالكابل. ثم اللي غادي نربطوه بالكابل والجهاز يكون مطفي، انا كنأكد الجهاز يكون مطفي. نفتحوا البرنامج كما ترون، نختاروا البور ديال الكابلي، انا بور حيت كل واحد على حساب البور اللي عنده ديال الكابلي. انا ندير بور 7 ندير كونيكت، ومن ثم نمشيو للجهاز ونشعلوه من الخلف من البطونه اللي كاينه في الخلف
غيطلع لينا هالطابلو كما ترون امامكم، وفي نفس الوقت نوريكم الجهاز اش غيكون من الامام ديالو اش مكتوب فيه. تابعوا معايا هالجهاز كي غيكون من الامام، وهذا كما ترون اي بي 9 وهذا البوله كطفى وكتشعل كما ترون امامكم. هذا هو الجهاز من الامام اش غيكون مكتوب فيه. لاحظوا معايا اذا كان مكتوب بهاد الطريقه، يعني الطريقه اللي غاديين بها حنا صحيحه 100%. ونتابعوا معايا غادي نحاول غادي نضغط على هذه هاد الخيار الاول الشين، كنضغط عليه دوبل كليك غيطلع ليا هاد الطابلو. من بعد غادي نضغط هنا غنختار الفيل، من بعد نشوف انايا الدان فين حاطو. انا الدان الشيطان ميني حاطو في البيرو. غنمشي هنا مثلا نعاود لكم من الاول باش يمكن لكم تفهموا. غنختار البيرو وغادي نبحث عليه دي نلقاه هنا. هو كما ترون امامكم الدان الشيطان ميني، يعني هو هذا دوبل كليك ودوبل كليك على الدان كما ترون هنا. كما ترون اصبحت لدينا هنا واحد العلامه بالاحمر، بقي علينا سوى ان نضغط على نيكست. انا ما يمكنش لي نضغط على نيكست لان هذه العمليه سبق لي وقمت بها من قبل. بعد ما غنضغطوا على نيكست غادي يطلع لينا هذا الطابلو تماما. غادي نتسناو يطلع خاوي هذا الطابلو، واحد شويه ديال الزرق يطلع فيه هنا، ونتسناو حتى غادي يعمر هذا الزرق يعمر على حد هنايا. الوقت اللي غادي يعمر المره الاولى والمره الثانيه غادي يطلع لينا واحد الميساج غادي ياكد لينا بان الدان راه مر بشكل سليم. هاد العمليه غادي تستغرق من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه. تستغرق من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه كما قلت لكم. بعد ما غادي يطلع لينا داك الميساج وغادي ياكد لينا بان الدان راه مر بنجاح، غادي ننتقلوا للطريقه ديال كيفاش غادي يمكن لينا ندوزوا التحديث باليو اس بي ونفعلوا الجهاز. تابعوا معايا الشرح. بعد ما دوزنا الدان بشكل سليم غادي نتوجهوا للجهاز باش نفورماطيوه. هذه الخطوه اللي هي ضروريه. قبل ما نفورماطيو الجهاز نحاولوا نحتفظوا بالملف ديال القنوات، الملف ديال القنوات نحتفظوا به. الطريقه ديال الفورمات ديال الجهاز غادي نتوجهوا هنا كما ترون، ضبط المصنع نديرو اوكي يطلع لينا هاد الطابلو، ندخلو اربعه الزيروات ونفورماطيو، ندخلو اربعه الزيروات يطلع لينا طابلو اخر نديرو اوكي نفورماطيو الجهاز. بعد ما نفورماطيو الجهاز اول حاجه غنقومو بها غنوقفو هنا على هاد المكان كما كتلاحظوا، وغنكتبو 20 20 بالتيل كوموند 20 20. عفوا غنوقفو هنا اعداد، غنوقفو هنا نكتبو 20 20 كما ترون هنا غنكتبو 20 20. بعد ما نكتبو 20 20 طلع لنا واحد الطابلو غيبين لنا بان الخاصيه راه تفعلت ديال الجهاز. فين غنمشيو خاصيه 20 جات تكون تفعلت، فين غادي نمشيو نمشيو الادوات ونتاكدوا منها، ندخلوا الكاس كما ترون وغادي نوجدوا بان الخاصيه هي فعاله كما ترون. من بعد غادي نمشيو للتطوير ديال البرنامج باش ندوزو التحديث ديالنا، التحديث اللي قلت لكم من قبل كما ترون. هذا هو التحديث وهذا ها هو كما ترون هنا 17 12 2014. نديرو عليه اوكي من بعد حسين العمليه سبق وقمت بها، ونهودو هنا على البدء ونديرو اوكي. هنا غنديرو اوكي وغنتسناو حتى غادي يدوز التحديث للجهاز ويطفى الجهاز ويرجع يشعل. من بعد نحيدو الكلي ونتابعو نشوفو واش الديفو ديال الخاصية ديال تيم شيفت باقي ولا لا. المهم تابعو معايا كما كتلاحظو معايا دابا غادي نشوفو واش المشكل ديال التيم شيفت واش باقي ولا لا. المهم تابعو معايا نختارو قناة شوف شي قناه اللي غنجربوا عليها، شوفوا كما بيس فوتبول ونجربوا دابا تيم شيفت. شوفوا كما ترون دابا ها هي تيم شيفت تدير قليلا على حسب الوقت اللي كيكون غتعدلوه. دابا نضغطوا على بلاي ونشوفوا واش الجهاز غادي يطفى ويشعل ولا غادي يبقى خدام مزيان. طبعا دابا على بلاي كما كتلاحظوا معايا هاد بلاي هادي
كما كتلاحظوا المشكل ها هو حيد، تلاحظوا امامكم ها هو بانه راه التيم شيفت هي اللي خدامه كما كتلاحظوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.